السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، وهنشوف مع بعض ازاي نعمل برنامج بسيط بيطلب من المستخدم الاسم والباسورد، ولو كتبهم صح يروح مدخله على الشاشة بتاعة البرنامج. فانا هاجي هنا هقول له انا عايز نيو بروجكت، واجي من هنا انا عايز ابرمج بالسي شارب المرة دي، وعايز ابرمج بالويندوز نيكست، واقول له مثلا يوزر باسورد، نقول له كريت. بيقول لي انت فاتح مشروع قبل كده عايز تسيبه؟ اقول له لا. عمل المشروع ده، الفورم 1 ده هبدا احط فيه 2 تكست بالشكل دوت، اها، وهحط معاهم زرار عشان يتاكد ان الاسم والباسورد مظبوطين بالشكل دوت. ممكن تيجي على البوتوم هنا وتغير اسمه لمثلا لوج ان، لوج ان. طيب هنا انا لو جيت هنا غيرت تكست، انا مش هغير اسمه، ده انا غير الكلام المكتوب هنا، لا انا عايز اغير اسمه اللي انا هستدعيه بيه. فبدور على خاصيه اسمها النيم واقول له ده اسمه يوزر وده اسم باسورد. تمام. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعمل نافذه جديده، فهاجي هنا اقول له انا عايز تضيف لي ويندوز فورم اهيت اد فتفاري. تمام. طيب يبقى انا هشتغل على الفورم 1، ولما يكتب الاسم والباسورد صح دخلنا على الفورم 2. طيب خليني اجي هنا في اللوج ان في البوتوم واقول له عرف لي بقى متغير نوعه نص. تمام. ده هنسميه مثلا يو بتساوي هيتساوي اليوزر دوت تكست. طيب بعد كده هعرفه، ممكن تعرفه كسترنج او كدبل، مش هتفرق لان احنا مش هنعمل عليه عمليه حسابيه. تمام. يعني لو قلت له سترنج خلاص هيمشيها، طب لو قلت له دبل، انا عايز اعمل دبل عشان تحصل مشكله ونحلها. بي هتساوي لو انا اقول له بقى ايه باسورد دوت تكست، هيقول لي مش هينفع. ليه بقى مش هينفع؟ لان التكست هنا عباره عن سترنج، عباره عن نص، وانا بقول له دبل يعني عباره عن ارقام، فلازم اقول له حول لي الكلام دوت. فاقول له ايه؟ اقول له بسم الله الرحمن الرحيم convert dot to double، يبقى هو هيحول ده لدبل ويروح مديله اقواس بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى ندخل على قاعده اف. قاعده اف الشكل بتاعها كده، اف وبعد كده بديله قوسين وبعد كده بديله العمودين دول كده. خلاص؟ لا مش خلاص. ليه؟ ما لسه ما كتبتش حاجه في قلبيهم، انا كتبت الاقواس بس. فلازم اقول له ايه؟ لو اليو بتساوي تساوي تساوي تساوي، يعني اعمل لي مقارنه بينهم، بتساوي تساوي مثلا معايز، لو اسم اليوزر معايز والواو بتتكتب بالشكل دوت. تمام. لو البي اللي هو الباسورد هتساوي 7، سبعة مش هكتبها بين قوسين لان هو احنا معرفين ان هي دبل. طيب هقول له بقى لو الشرط ده اتحقق فورم 2 دي عندها اختصار اف نيو فورم 2، ولازم نديله قوسين ولازم نقفل السطر دوت، وبعد كده هقول له اف دوت شو اظهر هالي واقول له قوسين اهم بالشكل دوت. طيب لو الشرط ده متحققش إلس، وابدا اديله بقى العلامات ديت واقول له ايه مسج بوكس دوت شو سيمكولن، واقول له بقى هنا اكتب لي كلمه رونج تراجي. تمام. طيب هقول له شغل، طيب لو انا جيت هنا كتبت حاجة غلط وقلت له لوج ان هيقول لي فيه مشكلة. تمام. طيب انا عايز اكتب هنا، هو على فكرة فيه مشكلة برضه بسبب الفيروس الشغال، اقول له طب انا لو انا كتبت، طيب لو انا كتبت معز وكتبت 7 قلت له لوج ان، ظهر لي الشاشة
التانية. طيب لو انا طفيت دي وكتبتها 79 وقلت له لوج ان، هيقول لي تراي اجين. لو انا كتبت هنا اي رقم غلط تراي اجين، لما تكتب حاجة غلط.